أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العربية والعراقية والعالمية، لكن بعد جولة في أهم العناوين. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر حول سلامة النشطاء في العراق. بلاسخارت تبحث مع قيادة الحشد ملفات أمنية وسط استياء من المحتجين. وفي العربية الجديد تسوية عراقية حول قانون الانتخابات، قبول حزبي بالدوائر المتوسطة. وفي صحيفة العرب أقطاب العهد في لبنان يتنازلون لإسرائيل خشية العقوبات. وأيضا نقرأ في جريدة الدستور بإعاز من نتنياهو مخططات بناء 5400 مسكن جديد بالمستوطنات. وفي القدس العربي فزع في واشنطن بعد إصابة ترامب وزوجته بفيروس كورونا. وفي الشرق الأوسط مخاوف أوروبية من ارتفاع إصابات كوفيد 19 وتحذير من شهور صعبة. دشنت ثورة تشرين عامها الثاني وهي تحمل معها عدة حقائق دامغة، منها عجز أجهزة القمع الحكومية وسلاح الميليشيات والحرس الثوري الإيراني عن إنهاء الثورة على الرغم من سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، ومنها أن الثورة أثبتت قوتها وصمودها وكسبت تأييد شعوب العالم. عوني القلمجي يقول في صحيفة العرب الجديد إن الأهم هو أن الثورة قدمت شعاراتها السياسية على حساب الشعارات ذات المحتوى الخدمي والمعاشي، وفي مقدمتها إسقاط العملية السياسية برمتها. الثورة أكدت على التزام الشعب العراقي بثوابته الوطنية وعدم التفريط فيها وقدرته على استعادة حقوقه مهما طال الزمن وغلت التضحيات، في حين استطاع الثوار دحر جميع محاولات تقزيم هذا الشعب من خلال الإساءة له وتوجيه الشتائم البذيئة بحقه ووصفه بالتخاذل والاستكانة وقلة النخوة والسكوت على احتلال بلاده، مثلما تمكن الثوار من إخراس الأصوات النشاز التي حاولت إلصاق التهم الباطلة بهم بتوجيه الاتهامات للثوار كوصفهم بأبناء السفارات أو المندسين أو أصحاب أجندات أجنبية. ولكن هذا ليس كل شيء، فقد عرت الانتفاضة جميع ادعاءات أحزاب العملية السياسية وميليشياتها حول الوطنية وخدمة العراق والحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية، حيث كشفت أن ما يدور بين أطراف العملية السياسية من خلاف لا يتعدى المناصب والصفقات المشبوهة وسرقة الأموال والثروات وأي ادعاء غير ذلك عن بطولات الحكومة الجديدة وتوجهات رئيسها لاستعادة هيبة الدولة وحل الميليشيات وحصر السلاح بيدها أو تلبية مطالب الثوار ليس سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة. فهؤلاء لم يجر اختيارهم من المحتل لبناء العراق الجديد كما ادعى المحتلون، وإنما تم انتقاؤهم بدقة لتنفيذ مشروع الاحتلال التدميري وشرعنته بعقد اتفاقيات مذلة. الكاتب يضيف أن ما نسمعه هذه الأيام بأن الانتفاضة خف صوتها وقل زخمها وانكفأت إلى داخلها أو أنها انتهت ولم يبقى منها سوى أصوات متفرقة أو أنها قبلت بتسليم زمام أمورها بيد حكومة الكاظم، فهذا ضلال مبين. فالثورة ما زالت جذورها تمتد في معظم المدن العراقية وستسقط حكومات المحاصصة الطائفية وأحزابها وميليشياتها، وسوف تعيد إلى العراق استقلاله وسيادته. قالت صحيفة القدس العربي إن الانتفاضة العراقية في عامها الأول فتحت صفحة سياسية جديدة في تاريخ البلاد،
أضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه رغم حصول أشكال سابقة من الاحتجاج على النظام الذي تشكل إثر الاجتياح الأمريكي للعراق وسقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، لكن الحراك العراقي الأخير يشكل الإعلان الأوفى عن فشل النظام المذكور والأسس السياسية التي قام عليها. بعد أن تمكن النظام الناشئ من حلف موضوعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من كسر جذوة المقاومة التي قامت بعد نشوئه، كما استطاع امتصاص حراك المحافظات السنية بالتزامن مع الثورات العربية عام 2011 باشتغال نور المالكي رئيس الحكومة آنذاك على تحويله إلى صراع طائفي، وساهم بالتنسيق مع نظام بشار الأسد في صناعة تنظيم الدولة، وكانت نتيجة الصراع المعروفة دماراً وهلاكاً شاملين للمناطق السنية وظهور ميليشيات الحشد الشعبي. جاء الحراك العراقي للانقلاب على هذه الوضعية المأساوية للبلاد، مما ساهم في ترميم الفكرة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي وإعادة الاعتبار لمفاهيم النضال السلمي والحراك الشعبي بدل أشكال القتال الطائفية والتي يمكن للسلطات وللقوى الخارجية التلاعب بها، وهو ما أدخل الحراك في صراع مع القوى المتنفذة داخل الدولة والميليشيات ومع القوى الإقليمية الراعية للخراب والفساد. حافظ الحراك العراقي على تماسك كبير وتمكن من امتصاص أنواع البطش الدموي المتكرر التي أدت إلى مقتل نحو 700 شخص وعمليات خطف الناشطين وعمليات التشويه الإعلامي ضد المنتفضين، وتمكن من إسقاط حكومة عادل عبد المهدي التي كانت مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات قمع المتظاهرين. وكل هذه دلائل على فاعلية الحراك واتخاذه طابع العمل الوطني الشامل. الصحيفة تشير إلى أن حكومة الكاظم محكومة بالخيط الرفيع الواصل بين طهران وواشنطن، ولا تستطيع تنفيذ وعودها بملاحقة المتورطين في قتل مئات المحتجين، غير أن خط الاحتجاج سيبقى فاعلا ومؤثرا، فقد صنع تاريخا مشرفا حتى الآن، وهو دليل على أن العراقيين قادرون على مواجهة الأعداء الكثيرين الذين يتربصون بأحلامهم ومستقبل أبنائهم وبناتهم. احتشد الأسبوع الماضي في العراق بأحداث متوالية ومتناقضة، وتنوعت ما بين الرغبة الحكومية بفرض القانون والإدارة الميليشياوية في إثبات الذات والغضب الشعبي من فوضى السلاح بعد أن قتلت صواريخ الميليشيات 7 أشخاص من عائلة واحدة في الرضوانية. جاسم الشمري يرى في موقع عربي 21 أن الإشكالية الكبيرة برزت عقب وصول رسالة من الأمريكيين لساسة العراق التي حملها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد زيارته لواشنطن، لكن تداعيات تلك الرسالة بقيت خلف الأبواب المغلقة. رغم التبليغات الحكومية غير المعلنة إلا أن بداية الربكة بدأت بعد تسريبات إخبارية تشير إلى مغادرة السفير الأمريكي بغداد إلى أربيل بعد هجوم الرضوانية. بعض أحاديث الصالونات السياسية العراقية كشفت قبل عدة أيام بأن الجانب الأمريكي حمل الكاظمي جملة من المطالب وفي مقدمتها إيقاف استهداف السفارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق بصواريخ الميليشيات، وإنهاء ملف ميليشيات الحشد الشعبي، وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة، وبأنهم أمهلوا الكاظمي شهراً واحداً لبداية العمل على حسم هذه الملفات الشائكة. دفعت رسالة واشنطن غالبية القوى التي كانت تدعي معارضتها للوجود الأمريكي إلى إصدار بيانات عاجلة دعوا فيها إلى احترام بل وتجريم كل من يستهدف التمثيل الدبلوماسي الأمريكي والغربي في العراق. يبدو أن رسالة واشنطن لزعماء بغداد قد وصلت، وقد اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية الثلاثاء الماضي أن التهديدات الأمريكية بشأن غلق السفارة ببغداد لا تبدو خدعة. التطورات السياسية والأمنية وفوضى السلاح في العراق ستقود إلى كارثة سياسية خارجية مع الدول الكبرى،
وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، واضطرابات سياسية داخلية ربما تؤدي لانهيار النظام السياسي العام في البلاد. الكاتب يتساءل في ختام مقاله: هل يمتلك الكاظمي القدرة على زج الميليشيات لإبقاء تمثيل الدبلوماسي الأجنبي في العراق؟ أم أن البلاد مقبلة على مرحلة الفوضى والظلام السياسي والأمني والاقتصادي؟ نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرا عن تفشي جائحة كورونا في العراق، وقالت إن البلد الأكثر إصابة بالفيروس من بين الدول العربية محطب بدرجة لا يستطيع حماية نفسه منه. وأضافت المجلة أن أطباء العراق في خطر، فهناك آلاف منهم قد أصيبوا بالفيروس، كما أنهم يعانون من نقص المعدات بالإضافة إلى الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأديتهم لعملهم في المستشفيات. الصحيفة تنقل عن طارق الشيباني مدير إحدى المستشفيات في جنوب العراق قوله: في كل مرة يموت فيها مريض نحبس أنفاسنا. وقبل شهر توفي في المستشفى الذي يديره هو رجل شاب بعد إصابته بكورونا، وفي الليلة التي توفي فيها الرجل اعتدى 20 رجلا من أقاربه على الدكتور الشيباني وتركوه فاقدا للوعي. ويحاول الدكتور تقديم دعوى ضد المهاجمين الذين التقطت هجومهم كاميرات المستشفى، إلا أن المسؤولين أخبروا عائلته أنه من الأفضل عدم فعل هذا. وتقول المجلة إن العراق تخلى عن عملية الإغلاق العام منذ وقت طويل، وتبدو الحكومة عاجزة عن فرض التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة. وتضيف المجلة أنه ليس لدى العراق المال الكافي للإنفاق على الخدمات الصحية التي انتزعت أحشاؤها بسبب الحرب والفساد. وفي الوقت نفسه يواصل رجال الدين عقد التجمعات الدينية، وستزداد مخاطر انتقال العدوى مع تدفق مئات الآلاف على مدينة كربلاء. وبحسب الأرقام الرسمية أصيب 350,000 شخص ومات 9,000، وهذه ليست الأرقام الحقيقية، ولكن الرقم الرسمي يجعل العراق أعلى الدول العربية من ناحية الإصابات. وتختتم المجلة تقريرها بالقول إنه مثل شيوخ العشائر، يقرر شيوخ الدين قواعدهم الخاصة، فهم يواصلون الاحتفال بأربعينية الإمام الحسين رغم مخاطر كورونا، وستزداد مخاطر انتقال العدوى مع تدفق مئات الآلاف على مدينة كربلاء، حيث يأكلون وينامون معا في الأكواخ المنتشرة على الطريق. قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيواجه حكما قاسيا من الناخبين، مضيفة في تقرير لها أنه مع تعرض صحته واستقرار البلاد للخطر، فإن مسار السباق على الرئاسة قد انقلب فورا، وأثار شكوكا كبيرة حول سلوك الرئيس تجاه الوباء ومستقبل حملته قبل 32 يوما فقط من الانتخابات. الصحيفة أشارت إلى الصعوبات التي كان يواجهها ترامب بسبب تجاهله وتقليله من أهمية الاحتياطات الأساسية، مثل ارتداء القناع الذي كان مستشاروه الصحيون يحثون الأمريكيين على اتخاذه لحماية أنفسهم. وأضافت الصحيفة أن عدم اكتراث ترامب الفيروس يهدد حاليا صحته واستقرار البلاد وأمله الضعيف في إعادة انتخابه. ونقلت الصحيفة عن كبار مساعدي ترامب قولهم إن الرئيس يواجه حكما قاسيا من الناخبين لإلقائه بالبلاد في حالة أكبر من عدم اليقين بعد واحدة من أكثر السنوات صعوبة في التاريخ الأمريكي. وقالت الصحيفة إنه بعد عام بدأ باستجواب الرئيس، وشمل وباء ثم انهيارا اقتصاديا واحتجاجات للعدالة العرقية، بالإضافة إلى وفاة القاضي روث بادر غينسنبرغ الشهر الماضي، فقد تدفع المفاجأة الحالية الناخبين أيضا إلى السعي للحصول على فترة راحة من الاضطرابات
والتخلص من ترامب الذي ظل ينكر خطورة الفيروس الذي قتل 207,000 أمريكي. وأشارت الصحيفة إلى أن المناظرتين المتبقيتين بين ترامب وبايدن سيتم إلغاؤهما بالتأكيد، وقال إنه علاوة على ذلك فإن إحدى حجج ترامب المركزية ضد بايدن أن الأخير البالغ من العمر 77 عاماً ضعيف وغير لائق لقيادة البلاد، وقد تم تقويضها الآن بسبب الشكوك حول صحة الرئيس. الصحيفة ترى أن تنكر ترامب لخطر كورونا سيرتد عليه، حيث قال في مناظرته الأخيرة مع بايدن أنه لا يرتدي أقنعة مثله، في كل مرة ترونه يكون مرتديا قناعا يمكنه أن يتكلم على بعد 200 قدم منكم ويظهر بأكبر قناع رأيته في حياتي. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا وتأثير ذلك على سير انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وترى صحيفة أن إصابة ترامب تثير المخاطر على الانتخابات الأمريكية، إذ إنها تضيف المزيد من التوتر إلى انتخابات توصف بأنها الأكثر توترا منذ عقود. الصحيفة تقول إن الولايات المتحدة ساد فيها تشكيك بخصوص المرض ووسائل الوقاية من انتشاره، مثل ارتداء أغطية الوجه، وأن بعض ذلك التشكيك دعمه الرئيس عندما قلل من شأن خطورة الوباء، ولكن إصابته ستعطي فكرة عن حقيقة هذا المرض، وستتغير بحسب الصحيفة طريقة إدارة ما بقي من الحملة الانتخابية، فلن يكون بمقدور ترامب تنظيم تجمعات كبيرة مثل ما اعتاد، كما أنه لن يستطيع التهكم على حيطة منافسه جو بايدن في هذا المجال، وسيجد صعوبة في تجنب الحديث عن طريقة تعامله مع الفيروس الذي سجلت بلاده حتى الآن أكبر عدد من حالات الوفاة من جراء الإصابة به في العالم. وتشير الصحيفة إلى أن ترامب حاول في المناظرة الأولى مع بايدن تحويل النقاش إلى ترشيح القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة العليا وأعمال العنف التي شهدتها بعض المدن الأمريكية في الفترة الأخيرة، ولكن إصابته ستجعل النقاش حول فيروس كورونا في الصدارة. وتذكر الصحيفة أن أنصار ترامب سعوا مراراً إلى التشكيك في مصداقية الانتخابات بسبب ملايين الأصوات التي سيتم الإدلاء بها عبر البريد من أجل تجنب خروج الناس إلى مراكز الاقتراع، وهو ما يفتح برأيهم الباب للتزوير. الصحيفة ترى أن المهم هو عدم استغلال الظرف الذي يمر به الرئيس حالياً لزرع المزيد من الشك في مصداقية الانتخابات، فالشائعات والتخويف والتجريح لا ينبغي أن يسمح لها بالمساس بالانتخابات. أجبرت حديقة للحياة البرية في المملكة المتحدة على إزالة 5 ببغاوات من العرض العام كانت قد تبنتها حديثاً بعد أن بدأت في كيل السباب والشتائم للزوار. وأفاد القائمون على منتزه لينكو لانشاير للحياة البرية بوسط إنجلترا بأنهم استقبلوا سرب الطيور الجديد في 15 من أغسطس آب لينضم إلى مجموعة قديمة تبين لاحقاً أنها علمتها كيل السباب والشتائم في أثناء وجودها في غرفة واحدة مخصصة للحجر الصحي. أقل رئيس تنفيذي للمنتزه ستيف نيكولز إن التصرفات الغريبة المشاغبة جعلت الموظفين يضحكون، الأمر الذي شجع الطيور على التمادي. وفي غضون 20 دقيقة من عرضها للجمهور كانت هناك تقارير عن الببغاوات التي تسب الزوار، وشعر العاملون بقلق لأن عطلة نهاية الأسبوع قادمة وكانوا يتوقعون الكثير من الأطفال الصغار. وتم اتخاذ قرار بوضع الطيور في مكان لا يمكن سماعه قبل وصول الأطفال.
والآن مشاهدينا دعونا نذهب لمشاهدة مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. وبهذا نصل لختام حلقتنا لهذا اليوم من صدى الأقلام. في حلقة جديدة نلتقي بعون الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.